حكمت الآن قيادات ائتلاف الكرامة، الدكتور العفاس، أستاذ أنور، أستاذ عفوا سيف الدين مخلوف، وكذلك زميلكم النائب ماهر زيد ماهر واستاذ زيد. عبد الحليم. نعم، هل يدفع ائتلاف الكرامة ثمن مبدئيته وفعلا إصراره وسقف المطالب العالية، وإلا نتيجة ما يسميه البعض، واسمح لي هنا أن أنقل صفة، تنطع ربما، وتحول نائب دوره تشريعي أنه يحاول يفرض يعني سلطة ولا يحترم قرار السلطة التنفيذية؟ لكم الكلمة. هو يعني المشهد وكان يعني ولوج ائتلاف الكرامة إلى مجلس نواب الشعب وإلى قبة البرلمان كان مفاجأة للعديد من القوى الداخلية والخارجية، وكان هناك صد كبير من أجل أن يكون هذا الائتلاف بعيدا عن العمل السياسي الفعلي، وبعيدا عن القرارات، وبعيدا عن المقترحات اللي قدمها. تعرفوا اللي احنا في مجلس نواب الشعب كائتلاف كرامه قدمنا 28 يعني مقترح قانون، مشروع بما فيهم مشروع قانون بما فيهم معناها تعديل قانون المحكمه العسكريه او المحاكمات العسكريه أو مجلة يعني القضاء العسكري. وقدمنا لائحة الاعتبار اللي حكيناها معناها في إطار المصالحة مع دول الخارج ومع فرنسا، وحبينا نبنيه تاريخ جديد ونبنيه علاقات جديدة تبدأ العدالة الانتقالية اللي عملناها. حبينا نكون زي كيف نعمل عدالة انتقالية مع الخارج، مع فرنسا اللي كانت محتلة تونس، وقدمنا الاعتذار هذا من أجل بالفعل أنها إنه نفسه آفاق جديدة في التعامل مع فرنسا، لكن يبدو أن كانت هذيك هي الشعرة التي قصت يعني يعني محاكمتكم اليوم تأتي ردة فعل مباشر على مطالبكم بمطالبة السلطات الفرنسية بالاعتذار هكذا؟ هو اكيد انه فيها الكثير. نحن اكيد انه ائتلاف كرامه يعترف بعده اخطاء قام بها جررنا اليها جرا من بعض يعني المناوشين سمي الأمور بمسمياتها دكتور. كيفاش؟ أنت في المباشر قلت سمي الأمور بمسمياتها، الآن ما تسميه الذين جروكم يصفونكم باللا حقوقيين والبندية. عبي موسي وكتلتها معناها جرت جران معناها بعض نواب ائتلاف كرامة، لانه ما هوش نواب الكل كانوا في ردة الفعل. معناها احنا كانت اكسيون رياكسيون، الاكسيون كانت من عبير موسي وجماعتها، والرياكسيون كانت شويه من سيف وشويه من زياد وشويه من محمد الى غير ذلك. لكن يعني هل الجر هذايا اللي للاسف احنا ما فطناش كونه هو هذايا مخطط ليه من الاول، يعني كان ثم مهمه واضحه للمدعوه هذه عبير موسي انها تردد البرلمان، وكان للاسف يعني المشاهد الاعلاميه ومواكبه التلفزيون التونسي لمداولات البرلمان وجلساته يعني كانت ازمه، وكانت استغلت، وكانت هي بيدها معناها كانت فيكتور، معناها كانت محرك باش يتبنى عليها مواقف معينه. فمن ضمن المواقف ومن ضمن لي بيرسيبسيون الادراكات او المدركات اللي دخلت لذهن المواطن التونسي كونه البرلمان ما يفتح شيء وما يجي حتى شيء، في حين انه برلمانات العالم اجمع فيها فيها تجاوزات الافساد. يعني. نعم
فيها مناوشات وفيها اختلافات، وهذا عادي جدا. لكن عملية التصوير المباشر اللي تفرضت، ونحن توا نعرفوا اسكو البرلمان الجديد اللي باش يعملوا معناها سيرته باش يتم معناها مواصلة معناها البث المباشر. بث مداولات المجلس النواب فقط. استاذ يسري، قلت انه ائتلاف الكرامه تقدم بمبادرات تشريعيه من بينها تنقيح المجله العسكريه، لكن على حد علمي دكتور، وانت هنا لنصحح في المباشر، في بالي انه ثم زوز مشاريع تنقيح المجله العسكريه. واحد، قدم التيار الديمقراطي تحت عدد 85 2018 طالب بتنقيح المجله العسكريه تحاكم المدنيين، سقط بالاجماع، ومشروع سقط بالاجماع يوم 9 جويليا 2020 في خصوص الفصول الان تذبح بها سيف مخلوف. كيف سقط بالاجماع اذا كانت مجموعه ائتلاف الكرامه هي اللي تقدمت بالمشروع؟ وانت رئيس لجنه القوات الاداره والقوات حمل السلاح. شوف، هذا ما تقدمش عندي انا في اللجنه، انا رئيس لجنه تنظيم اداره وقوات حمل السلاح، لكنه بما انه هو تشريعي ويهم القضاء فتقدم مشى للجنه التشريعيه. حقيقة أنا نعرف اللي ما تمش تداول فيه، لأنه هو المقترحات هذه، مقترحات المشاريع القوانين يعني قدمناها، لكن براتيكوما ما وصلوش للتداول فيه، معناها اللجنة التشريعية ما وصلتش باش تتداول فيه حتى يسقط معناها بالإجماع. هذا ما ثمش منه سيد حسين، والإشكال أنه ما تمش تمريره أصلاً معناها للتداول فيه، وما تمش التداول فيه اصلا حسب علمي بيان سور في هدايا، لانه لو كان ثم جاء تداول اكيد احنا عندنا زوز اصوات في اللجنه التشريعيه، ما ينجمش معناها يترفض بالكامل. لكن اضعف الايمان انه لم ينل الحظوه الكافيه لمناقشه هذا القانون، لانه تعرف اليوم ناتي على مناقشتها، انه هيئه المحامين وعلى مبدئية المواقف الآن تعتبر وقف قوية، تناشد رئيس السلطة التنفيذية أنه تعطيه السلطة التشريعية أنه ينقح المجلة العسكرية، فيه يعني خطورة كبيرة على خلف وفق متابعين. ولأهمية الجرم الآن هذا نناقش فيه، أنا سابقا أن كان معنا الأستاذ نور الدين بحير وزير العدل وناقشناه، لأنه الآن مش كان سامحني سيف الدين مخلوف، خوفي على نفسي أنا وخوفي على الصحفيين وعلى المدنيين أن تحاكم بالمجلة العسكرية التي بقيت سيفا مسلطا على رقاب كل النشطاء الحقوقيين.